تلقى هاك النار وانا داخل للزنقة. هاك النار حطيت ايدي على الحلقة. هاك النار نلقاهم يحكوا بدرقة نصبي نختار ثم بيعي وشرايا. هاك النار لقد فهمتم درس ثقافة بأكودة. كنا مع مريم الكناني وأنيس بن سعد من أجل جمال الصوت وحسن الأداء. دار ثقافة بأكودة هي منبع علم وفن، ستعلمون ذلك مع الصادق عمار مدير الدار الشاعري والمسرحي المعروف. في الرسم وعن الرسم تحدثت إلى عز الدين العريف. التربية هي في نفس الوقت التربية كتربية تشكيلية ولا فنون بصفة عامة. الإنسان وقتاش يحس بروحه ويرسم هو خاصة من الصغر متاعه، إذا كان يلاحظ مليح الملاحظة تكون الإنسان تكون الموهبة متاعه حتى في الرسم مع الإحساس متاعه في الرسم، سواء يدرب يده ولا يدرب العين متاعه يولي يرسم بطبيعته، ثم يتلقى الثقافة هذيك والمعلومات يولي بطبيعته يكون أكثر إحساس وأكثر ثقافة ويكون عنده أكثر معلومات. العمل هذاك يخرج لعالم آخر، عالم الخيال، عالم الفضاء، ثم عالم حتى التطبيق، العالم معناه اليد، الحركة. فلو هو يرسم بك الحركات نتاع يديه، وتكون خاصة الفن اليوم المعاصر ما عادش فن يرسم كما الفن الأكاديمي القديم يرسم بيده ويرسم الصورة كما يراها هي بالضبط. اليوم بعض الفنانين يحاولوا باش يرسموا ويتحركوا في نفس الوقت. فضاءات معهودة، ولكن أنصت إلى الشاعر جلال باباي ثم إلى مسرحية نور في الفصل الأول المشهد الثاني مع أسماء عمار وباسم محرز، وحديثا لعلي عزوز الكاتب العام لجمعية مسرح إبراهيم الأكودي. ها قد بلغت وبالغت. أكودة يا دوي الشوق والحنين، هذه الكدية تلامس أجنحة الطير، وصومعة المدينة امتداد لاتساع الريح. شدوي هذه الهاجرة معتق بعشقي لولادة الأولى، وأنا الصبي مرتحل مثل هفافة النسيم تراقص غصن الزيتون. أكودة يا نشيد الصباح، يا دوي الشوق والحنين، ويا واحة النفس وسكينتي. أنا الفتى يغمرني جنون الكتابة، يغسلني عطر الياسمين، ويلفني حبات من الوشق زهر الرمان. أكودة خفقة القلب حين يتملكني الشجن، وسلوة الروح عند تمرد الشهوة. واهم من يخال اكتوائي بتفاصيل المدينة رقصا على شتات الألم، بل لذيذ الطعم يا صديقي تورطي في حب البلدة. وأجمل منه افتتاني بمحاسن أهلها، وتغريدي ببراءة العصافير في ثقوب الديار والذاكرة. كان بينه وبينها ثأرا قديما، شموخ الشمس يمنع من البصر، لكنها سرعان ما تذوي. يشتمل علينا الليل ويحجبك عني، ما أحسك ولا أراك. طويل هذا الليل حتى أنه لا يذجرني بالسؤال، يكون فجر بعد أم هو الليل الأبد؟ آلام تتلازعني من كل جانب، تشويش واضطراب فيكم. إني أهدي تلك أوجاع المخاض يا أمي، هي أضلاعك تصطفق لتنجبني إلى الوجود. سيتفسد جبينك وتتمزق أبصارك، وهي تتمخض عن نور ينبثق فيجدد عزم المسير الذي تضاءل، ويزيل غبار السنين ويطهر الأرض من أدرانها.
أكودة عرفت منذ أوائل القرن الماضي بالمسرح. عنا الرائد الكبير هو الشيخ إبراهيم بن حميد الأكودي، هو من رائد كبير في المسرح، وأسس جمعية مسرحية بأكودة سنة 1920. تولت بعدها الخدمة، لكن بعد وفاته اضمحلت شوية للجمعية، وعملوا جمعية الجمعية الإبراهيمية. كيف كيف ما داومتش، أنا عملت 3 أو 4 أعمال، وقع إحياء الجمعية أخيرا فهمتني سنة 85، نجم نعتبره 85، أنا توا 18 عام ولا 20 عام في عمر جمعية بتاع مسرح، ما هوش عمر كبير. تبعثت سنة 85 جمعية مسرح إبراهيم الأكودي، اللي معناها قدمت جزء من مسرحية جديدة اللي مازالت معناها المولود الجديد بتاع الجمعية هذه، اللي أخذت تأشيرها متاعه طويل يمكن 20 يوم فقط. والتقاليد موجودة في أكودة، معناها المسرح موجود كما قلت لك معناها من أوائل القرن الماضي، وإحنا بحول الله سايرين باش على الأقل نشدوا على أيدي المسرحيين الموجودين توا، وقاعدين نكونوا في بنيات ووليدات اللي مش يحملوا لنا المشعل إن شاء الله بحول الله.